في السابق كان يتم على مستوى المحلي، يعني الأمر التابع للأملاك الخاصة للدولة، بمعنى أن الوالي هو من يقرر منح أو رفض منح العقار الاقتصادي. الآن فيه توجه من اللامركزية نحو المركزية. أظن أنه يتم التفكير في إنشاء وكالة وطنية خاصة بالعقار الاقتصادي، هي المخول لها وحيدة مخول لها إمكانية منح العقار الاقتصادي. نعم نعم. طيب دكتور خرشي، هذا المشروع، مشروع القانون، أكيد سيساهم في تحسين المناخ الاقتصادي وكذلك مناخ الاستثمار الذي حث عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بالفعل، لأنه الاقتصاد ككل يحتاج إلى العقار، لأنه مصانع أو ورشات في كل قطاعات، مش فقط القطاع الصناعي. أعتقد أنه الآن الحكومة تفكر في كيفية نقل المهام والصلاحيات من مصالح التابعة للأملاك الخاصة للدولة ولشفع العقار نحو تنظيم جديد. أعتقد أنه يتم تفكير في وضع وكالة وطنية للعقار الاقتصادي، وقد تتفرع إلى وكالة وطنية للعقار الصناعي، العقار الفلاحي، وحتى العقار السياحي. هذا النوع من المركزية مهم في منح تراخيص أو عقود الامتياز حتى تكون فيه السريع لوتيرة الاستثمار في القطاع الفلاحي، في القطاع السياحي، وخاصة في القطاع الصناعي الذي تعود فيه الحكومة. فبالإضافة إلى قانون الاستثمار وإطلاق الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار وإطلاق الشباك الوحيد في 150 ولاية، تأتي الآن آخر مرحلة متعلقة بالعقار الصناعي. حل هذا المشكل من خلال تعديل قانون 0408 يقدم لنا خطوة نحو الأمام في مجال الإنعاش الصناعي والسياحي والفلاحي. نعم، أنتم ذكرتم في أول حديثنا دكتور خرشي أنه اليوم ربما هذا المشروع كذلك يكرس التسهيلات وربما إضافة المزيد من الشفافية وخلينا نقول فك أو تحرير الفعل أو فعل الاستثمار من القيود الإدارية إذا صح القول. اليوم ما هي هذه القيود الإدارية التي أصبحت ربما تخل نوعا ما بالفعل أو فعل الاستثمار وكذلك تعيق الاستثمارات في الجزائر؟ ما هي الاستراتيجية المسطرة كذلك أو التحليل الاقتصادي من أجل الخروج باستراتيجية تحرر من قيود المستثمر؟ القيود الموجودة حاليا متعلقة بالتنظيم المعتمد حاليا واللي يفوض للجماعات المحلية منح العقار الصناعي. الاستراتيجية الحالية والمستقبلية التي تفكر فيها الحكومة هو نقل هذه الصلاحيات لتصبح تابعة لتنظيم خاص يسمى بالوكالة الوطنية للعقار الاقتصادي، وهي تابعة للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، وهي تحت وصاية الوزارة الأولى، لأن الفعل الاستثماري متعلق بعدة قطاعات. بشكل بسيط، عملية بناء المصنع تطلب ترخيص من وزارة السكن، إدخال الماء من وزارة الري تطلب ترخيص، إدخال الكهرباء والغاز من وزارة الطاقة. فكل هذه القطاعات من أجل الإسراع في تنفيذ الاستثمارات تم وضعها تحت وصاية الوزارة الأولى حتى التعليمات تكون موجهة مباشرة لمختلف القطاعات الوزارية في اجتماعات كل اجتماعات مجلس الوزارة. فبشكل ملخص أنه القيود السابقة كان فيه درجة من البيروقراطية وثقل في الإجراءات الإدارية، لما يكون العقار اقتصادي تحت وصاية الجماعات المحلية يعني الولاة وغيرها. الآن يتم نقل العمل على وضع قانون خاص من أجل يعني تعديل قانون 0408 من أجل نقل هذه الصلاحيات لتصبح تابعة لتنظيم آخر قد نرى يعني مستقبلا في القريب العاجل وكالة وطنية
للعقار الاقتصادي، أعتقد أن هذه الطريقة ستكون أكثر نجاعة في تسهيل وتبسيط الإجراءات. نعم نعم دكتور، نشكركم جزيل الشكر على تدخلكم معنا عبر تقنية سكايب. الدكتور إسحاق خرشي الخبير الاقتصادي كنتم معنا من أجل توضيح النقاط التي جاءت في مشروع قانون الذي سيحدد شروط وكيفية منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه كذلك للمشاريع الاستثمارية وإنجازها. يحضر معي عبر خدمة أو تقنية سكايب الدكتور نبيل جمعة الخبير الاقتصادي من أجل الحديث أكثر حول هذا المشروع، مشروع القانون التمهيدي أو تمهيدي لقانون يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع لأملاك الخاصة عفوا للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. أهلا بك دكتور، يا مرحبا. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. العفو، يا أهلا. اليوم ربما ونحن نخوض في الحديث حول مشروع التمهيدي لهذا القانون، لابد من أن نفصل كيف كانت تتعامل السلطات مع الأراضي أو أملاك الدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الاستثمارية قبل طرح هذا المشروع. نعم، كان العقار الصناعي قبل المشروع الحكومي هذا كان يعطى إلى المستثمرين لكن بدون دراسة جدوى، بدون معايير، بدون كما يقول لك بدون دفتر شروط وبدون عقوبات. لهذا أصبح الكثير من الناس يطلبون العقار الصناعي من أجل تحويله وبيعه، وشفنا هذا منذ التسعينات إلى يومنا هذا. العديد من العقارات الصناعية تباعت، والآن هذوك العقار الصناعي لم ينتج أي شيء، ولا فيه صناعة ولا فيه تجارة، ولا أصبحت حتى للكراء للإيجار لبعض الأشخاص. لهذا شفنا عقارات داهم عن دولة بمليون دينار وتباعت بعشرين مليار حتى في الكثير من الولايات، خاصة ولاية بليدة، وين شفنا تحويل العقار. لهذا اليوم نشكر وزارة الصناعة عن طريق دفتر الشروط، وين هنالك شروط كما يقول لك بمعايير دولية وفيها عقوبات ليدي عقار صناعي وما ينجش المشروع تاعه لمدة سنتين أو ثلاثة، هنالك عقوبات، وكذلك هنالك فرز حسب المعايير الدولية اللي هي دراسة الجدوى تاع المشروع، وهنالك كما يقول لك قيود ومتابعة ورقابة قبلية فورية وبعدية. لهذا اليوم يصبح العقار، لأن الدولة استرجعت أكثر من 15,000 قطعة صناعية الحمد لله، وما زال إن شاء الله الدولة تزيد تسترجع العقارات اللي داتهم الناس في التسعينات وداوهم عن طريق كما يقول لك عن طريق بصورة غامضة. لهذا اليوم الحمد لله هذا دفتر الشروط الجديد اللي قدمته وزارة الصناعة فيه معايير دولية وفيه معايير تطبيقية بالنسبة للعقار الصناعي، وحتى فيه عقوبات بالنسبة للناس لما تنجش كما في السابق. لماذا؟ واليوم نشوف أن هنالك لجنة في قانون الاستثمار، حتى في قانون الاستثمار هنالك لجنة لتتابع إنجاز العقار بالنسبة للمستثمرين الجدد، وكاين متابعة، والحمد لله اليوم هنالك عقار صناعي وهنالك عقار خاص، يختلف عن طريق كما يقول لك تقديم هذا العقار. إن كان عن طريق القطاع الخاص لازم رخصة من عند القطاع الخاص، إن كان من عند القطاع العمومي هنالك لجنة متكلفة حسب دفتر الشروط. لي احنا قلنا نشكر الحكومه على المعايير وعلى دفتر الشروط الذي انجزته وزاره الصناعه.
نعم دكتور جمعة، لو نتحدث اقتصاديا عن ماهية هذه الشروط ربما كنظرة تحليلية بالنسبة لكم أنتم كمحللين اقتصاديين، ما هي ربما الشروط التي يجب أن تندرج في دفتر هذا القانون من أجل منح هذا العقار الاقتصادي بشكل عادل إذا صح القول؟ نعم، اليوم الشروط الأساسية هو دراسة الجدوى اللي راح يقدمها المستثمر، وش راح ينجز، هل ينجز مشروع كما يقول لك متوافق مع الاستراتيجية ومع الربحية تاع الدولة، اللي كان هنالك دراسة بالنسبة للمشروع، هل هذا المشروع سيفيد الاقتصاد الوطني وما هي المميزات تاعه، وفيه هنالك كما يقولوا فرز للمشاريع. وكذلك اليوم المشروع ما يتمش بورقة، لازم هنالك دراسة تاع المشروع، ما هي، هل هذا المشروع تستحق الدولة الجزائرية، وهذا المشروع المستثمر هل فيه ربحية، هل فيه إشباع في الوطن، لأن ما يخفاش عليك باللي العديد من المستثمرين يقدموا مشاريع بدون دراسة وبدون معايير اللي تكلم عنها بالنسبة للإنتاجية، بالنسبة للربحية، وبالنسبة لعدم كذلك عدم كما يقول لك استعمال الأموال مثل العملة الصعبة باش هذاك المشروع يصبح كما درنا في التسعينات تابع للعملة الصعبة تاع دول أخرى. اليوم لازم المستثمرات تكون داخل الوطن وتكون عندها عدم تبعية في المواد الأولية، حتى في قطاع الغيار، حتى في العديد، هناك معايير تقنية سواء ميكانيكية أو سواء تجارية وسواء كما يقولك للتسويق، لازم يكون هنالك دراسة فيها الجوانب، بالجانب التجاري والجانب الاقتصادي والجانب المالي، باش الدولة ما نعودوش نولو كما درنا في سنة 2011 وين الدولة غطت كل تكاليف تاع المؤسسات، وين شفنا قانون خرج من وزارة المالية وين كل القروض بالنسبة للمؤسسات عمومية كبيرة وخاصة. اليوم لازم من الشروط الأساسية لتقديم العقار نجاعة المشروع، النضج تاع المشروع، الربحية تاع المشروع، والأموال التي تستعمل في المشروع، هل هنالك توازن بين المستثمر، هل المستثمر عنده أموال ولا لماذا؟ لأن شفنا بلي بالنسبة للمشاكل والمخاطر القديمة كانوا الناس تجي تدي العقار، لماذا؟ من أجل بيعه بعد ذلك بعد 5-6 سنوات يطلع السعر يبيعه وما ينزحتش. اليوم المراقبة في فترات الإنجاز، سواء فترة الأولى في اللونسمون كما يقولوا بعد المشروع، سواء كان في لا ماتوريتي في نضج تاع المشروع، سواء كان في إعادة بعث المشروع مجددا. كل هذه الفترات المعروفة في المانجمنت لازم تدخل في المعايير تاع الإنجاز المشروع، باش وين اليوم الدولة درست كل العراقيل اللي كانت زمان، وكل سلبيات وكل ثغرات التشريعية اللي كانت مستقبلا. نعم. وين اليوم؟ نعم نعم دكتور جمعة، ربما كل هذا القانون يندرج تحت توصيات رئيس الجمهورية المتعلقة بفتح مناخ الاستثمار وكذلك تحسين هذا مناخ الاستثمار، ويندرج كذلك تحت آليات وأحكام جديدة من أجلها أو من شأنها فتح وفك القيود أمام المستثمرين، وخصوصا فك القيود للمستثمرين من دائرة الإدارية. اليوم مع هذا المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يضع شروط والكيفيات، هل فعلا سنتحرر من القيود الإدارية؟ نعم، لا يخفى على أحد أن في قانون الاستثمار هنالك عدة قوانين، خرج قانون استثمار ثم
8 مراسيم تابعة لقانون الاستثمار، منها الشباك الوحيد ومنها الوكالة العقارية اللي راح تمد هذا العقار اللي كان فيه عراقيل كبيرة، سواء كانت عراقيل أفقية أو كانت عراقيل عمودية من طرف الإدارة. وين اليوم رئيس الجمهورية بالمراسيم اللي خرجت 8 قوانين خرجت بعد قانون الاستثمار، كل هذه القوانين تتكلم على الشباك الوحيد وعلى اللجنة المكونة في هذا بالنسبة للمستثمر. هنالك لجنة فيها كل مديرين المركزيين تاع كل وزارات، لأن رئيس الجمهورية والوزير الأول تكلم في برنامج عن تنسيق بين القطاعات، الانسجام بين القطاعات. كنا نشوفه في السابق تروح الوزارة السكن، تروح المديرية تاع السكن باش تعطيك رخصة البناء تقعد لك سنتين ثلاثة ما كاش. اليوم كاين لجنة، هذيك اللجنة يحضروا فيها كلهم، وكي يكون الاستثمار لازم يكون رخصة واحدة للمستثمر، ما يروحش يجري عند الضرائب ويروح يجري عند الجمارك ويروح يجري عند وزارة السكن وعند مديرية السكن لاديش. وهادو اللي كانوا يديروا عراقيل كبيرة، كانت عراقيل أفقية لا تنتهي. لهذا رئيس الجمهورية قضى عليها باللجنة الجديدة في الشباك الواحد اللي راح يمدوا لك في أقصى وقت، يمدوا لك رخصة الاستثمار ليكون فيها متضمنة كل تراخيص، سواء البيئة سواء التجارة سواء رخصة البناء. البناء هي اللي تمثل 80% من السكن، كذلك العقار الصناعي هو يمثل 70% من تحرير الاستثمار. اليوم الاستثمارات اللي شفناها 99% منها كانت معطلة لدخل رئيس الجمهورية وحررها، وين أنشئ أكثر من 75,000 منصب على جال ورقة تاع البناء اللي كانت هذه مديرية البناء اللي كانت تدير عراقيل كبيرة. اليوم رئيس الجمهورية ضع لها والوزن أول عن طريق شباك الوحيد ليعتبر كما يقول لك شفافية كبيرة، وما زيدوش نصيبوا العراقيل هادو تاع الإدارية اللي كانت كما يقول لك مضمار المحارب. مضمار المحارب تروحي لوزارة السكن باش تعطيك، المديرية الولائية باش تعطيك رخصة السكن تقعدي 3 سنوات 5، تروحي إلى مديرية الضرائب نفس الشيء، تروحي إلى مديرية التجارة نفس الشيء. اليوم الحمد لله شباك واحد وفيه كل مديري المركزيين اللي راح المستثمر ما يشوفش عراقيل، وهذا ما أدى راح نشوفه. نعم، هل توافقني الرأي إذا قلت دكتور جمعة اليوم أنه ربما هذا المشروع لا يكفي إن لم تكن هناك لجنة تضمن متابعة ومرافقة المستثمر الذي ربما سيستفيد من إطار تحفيزي أكثر؟ اليوم ضرورة المتابعة وكذلك المرافقة، مرافقة هذا المستثمر التي كانت ربما غائبة في قوانين أخرى. نعم، شفنا ما كانت هناك، كانت متابعة من طرف لوندي، لكن كما يقولك المرافقة كانت بعيدة جدا. المرافقة سواء من البنوك سواء من الضرائب سواء من الجمارك كانت عدم، ولا مديرية سكن كانت غياب المرافقة كليا. لهذا اليوم الحمد لله هنالك مرافقة ومتابعة كما يقولك ميدانية للإنجاز هذه الاستثمارات اللي راحين يمدوا كما يقول لك مناخ استثمار جديد، وراحين يمدوا تحسين مناخ الاستثمار كما يقولوا باللغه الفرنسيه سي ردوغي بلازون الجيري، عاود اعطاء صوره جميله للاستثمار في الجزائر بعد ما كانوا كل الدول المجاوره كل الدول يقولوا لنا باللي احنا رانا نفتحوا الاستثمارات في بلادنا بالعراقيل تاع الجزائر. لهذا شفنا استثمارات في الدول الأجنبية في الدول المجاورة من طرف جزائريين يهربوا. اليوم الحمد لله قانون الاستثمار 22-18 سمح لكل حتى الجزائري اللي يحب بالمادة 7
يقول لك حتى الجزائريين اللي موجودين في الخارج كي يجيب حتى يجيب الآليات تاعو ما راحش يجيبها باش يخدم في الجزائر، يقول لك ما راحش يدفع ضرائب ولا شروط بنكية ولا قيود تاع قوطين، راح تفتح له المجال للدخول إلى السوق الجزائري مجانا بدون دفع ولا ضرائب جمركية ولا ضرائب لمدة 5 سنوات. وهذا لأول مرة في تاريخ الجزائر نشوفه تشجيع من هذا الجانب اللي ما تكلموش عليه كثير. هذه المادة 7 ما تكلموش عليها كثير، خاصة الدبلوماسية الاقتصادية لازم تتكلم عليها في الخارج باش حتى الأجانب وحتى الجزائريين اللي موجودين في الخارج يقدر يجيب استثمارات وتكون هنا يدير شراكة مع الجزائري وما يخلص ولا فلس كما يقول ولا دينار واحد. وهذا لأول مرة شفناه اللي راح يرفعوا له كل عراقيل، خاصة بعد الترخيص والقانون قانون شفاف ما يسحق تطبيق قانون آخر مادة 7 كما يقولك شفافة وواضحة. واضح. نشكرك جزيل الشكر دكتور نبيل.